كما ذكرت أستاذ طلال، دعنا نتحدث في ظل الغياب الكامل لأي وحدة اقتصادية عربية. كيف ينظر طلال أبو غزال للتكامل الاقتصادي العربي، وهل يراه ممكنا في المدى المنظور؟ هذا أحلى سؤال على نفسي، لأني أنا قومي عربي، أنا أؤمن بأن العرب دولة واحدة، أمة واحدة، اعمل دول وحدود وانظمه، وكل هذا عظيم وانا مؤيد. وانا اؤيد ايضا انك انت من الخبراء التي تشرف فيهم العرب. ابدا والله سيدي، انا مواطن اعتز بعروبتي لاني عربي، اعتز اني عربي. الله. ويجب كل واحد فينا اعتز، لا نسمح لعدونا بان يحرمنا من الافتخار بان عرب، ونرفع راسنا. انا في المناسبات عندما اكون في الامم المتحده في اي مناطق، عندما يقول لا انت لكن انت عربي احنا لا نقصدك، اقول له لا اقصدني انا عربي، وانا فخور اني عربي واحسن منك يا سيدي. أنا بقول إن هذه الأمة فيها بذرة خير اسمها الخليج، ومجلس التعاون الخليجي أنا أنظر له كنوات للوحدة العربية. إحنا مش طالبين أنه تلغي دول، أنا أقول أن هذا التعامل والتفاعل والتقارب بين دول الخليج هو نموذج خير لكل الأمة العربية، وأنا أنظر له كما حصل في الاتحاد الأوروبي، بدأ بخمس دول وأصبح الآن كم؟ 27 دولة، 30 دولة، 40 دولة، لا يهمني. الآن نحن كأمة عربية انطلاقا من هذه المنطقة المباركة نستطيع أن نتوسع ونشكل اتحاد عربي حقيقي. هذا ما في مهر منه ولا مهرب منه، وهذا قدرنا وهذا سنصل له، وإذا ما وصلنا له على الأرض سنصل له على الإنترنت. أنت لا يجب أن لا تنسى أن الخدمات تباع وتشترى على الإنترنت. نعم. وأن الخدمات تشكل 80% من الاقتصاد، فأنا أستطيع أن أبني اقتصاد عربي بيني دون أن يمر على الحدود إن شاء الله. أستاذ طلال، بنتحدث عن دول الخليج بعد هذا الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وسنواصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج مناقشة. دعونا الان نقترب اكثر فاكثر من الخليج العربي عموما والامارات خصوصا. استاذ طلال، كيف تقيم ردود افعال الدول الخليجيه تجاه الازمه العالميه خاصه بعد مضي عام على الازمه؟ انا ليس لدي الا الثناء، وهذا ليس مجامل، يعني ترى اني انا صريح في ارائي، ولكن ما تم من معالجه كان على مستوى الازمه، وذلك ثبت بالنتائج. الاقتصاد الخليجي لم يصاب، وأنا هذا ما يعنيني الاقتصاد الحقيقي. السوق المالي هو سوق موازي، هنالك ثلاث أسواق: الاقتصاد الحقيقي واللي هو الإنتاجي، نعم، البياع والمصنع والمحامي وإلى آخره، والإعلام والتلفزيوني، هذا الاقتصاد الحقيقي. ثانيا الاقتصاد الموازي اللي هو سوق المال، اللي هو الشركات والبنوك وإلى آخره المالية. والاقتصاد الثالث اللي هو الاقتصاد الوهمي، اللي هو أوراق المالية مثل المشتقات اللي تسببت في المشكلة، والمعاملات التي لا تسجل ولا تقيد ولا تدخل في أي مستندات. أنا ما يعنيني الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد الحقيقي في الخليج لم يتأثر، وهذا هو الاقتصاد، هذا اللي يشغل العامل، هذا اللي ينمي الدخل القومي، هذا اللي يؤدي إلى الانتعاش. طيب. أستاذ طلال بريك، أيهما أهم، الوحدة النقدية الخليجية أم التكامل الاقتصادي الخليجي؟ أنا أشكرك على السؤال، لأنه هذا هو يجب أن يكون المطروح. التكامل الاقتصادي الخليجي هو الأهم، العملة هي وحدة قياس، والدولار يا سيدي أبشرك في سنين قريبة جدا لن يبقى كعملة قياس، ولن يكون هنالك عملات واحدة تحكم العالم، سيكون هنالك عملة موحدة للدنيا. هذه من نتاج، وهذا الكلام طالب فيه الاقتصاد الأكبر اللي فاوض في اتفاقية بريتن وودز من 60 سنة، اسمه مينارد كينز، قال من 60 سنة لابد للعالم من أن يصل إلى مرحلة أن يؤسس عملة واحدة دولية لا يملكها أي دولة ولا ترتبط باقتصاد أي دولة. العملة هي عملة قياس وعملة احتياط، إنما الناتج القومي المحلي والدخل القومي المحلي يتأثر بالإنتاج والتبادل التجاري والسلعي والخدمي، ولا يتأثر بسعر العملة. أنا لذلك ما يهمني استمرار مسيرة التكامل الاقتصادي،
الخليجي أكثر بكثير من قضية العملة الموحدة. خلينا نأخذ الاتحاد الأوروبي، بريطانيا مش داخلة في اليورو ولكنها جزء من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يضم بريطانيا، وبريطانيا رفضت أن تدخل في العملة الموحدة، ومع ذلك استفادت إلى أن جاءت هذه الأزمة من الازدهار الناتج عن التبادل والتعاون التجاري الأوروبي. دعنا نتحدث بشكل سريع عن الشركات العالية، حيث أن بعضها تأثرت في ظل الأزمة، ولكن هل تعتقد أن باقي الشركات في منطقة الخليج أفلتت من براثن الأزمة أن لم يكن لهذه البعض الشركات الوقوع في فخ الإفلاس؟ أنا أعتقد أقصد الشركات العائلية طبعا مثل ما ذكرت في بداية السؤال. أنا لا أريد أن أميز لا أريد أن أميز الشركات العائلية كصنف أو كفئة، لأن الشركات العائلية أو غير العائلية كلها واحدة. يعني شركة عائلية تصبح شركة مساهمة وتظل عليها السيطرة العائلية. أنا عندي كتير دراسات ومتابعة في موضوع الشركات العائلية. فكرة الشركات العائلية شركات مهمة، 80% من أكبر شركات كندا هي شركات عائلية. الشركة العائلية كونها مؤسسات غنية كان لها استثمارات استثمرتها في الخارج تأثرت نتيجة ذلك، هذا صحيح. وهنالك أيضا بنوك، وإن كانت مش شركات عائلية، بنوك مساهمة استثمرت في الخارج وخسرت، خسرت ما استثمرته أو انخفضت قيمة ما استثمرته. فإذا أنا لست قلقا على المؤسسات العائلية، لأنها استثمرت جزء من فوائضها، هي تملك ثروات خسرتها ولكن ما انتهت نشاطها الرئيسي الذي هو هنا، ما زال كما هو هنا، في قليل منها غامر واستثمر بأكثر من قدرته التمويلية سيتأثر. بس أنا مش قلق إطلاقا على هذا الموضوع، لأن البنية الأساسية للاقتصاد بنية سليمة.